في كربلاء يوم عاشوراء وصل العباس عليه السلام إلى المشرعة واغترف من الماء غرفة ليشرب منه، إلا أنه تذكر عطش أخيه ومن معه من النساء والأطفال، فرمى الماء من يده وملأ قربته لكي يسقي عطش آل النبي صلى الله عليه وآله. لماذا رمى العباس بن علي عليه السلام الماء ولم يشرب منه، مع أنه كان ممكنا أن يتقوى أكثر للقتال إن فعل؟ العباس عليه أفضل الصلاة والسلام ينقل لنا التاريخ إخوتي الكرام أنه عندما مسك القربة وذهب إلى شاطئ الفرات إلى المشرعة وأقحم جواده في تلك المشرعة، ومن ثم مد يده إلى الماء، أحس ببرد الماء في يده صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن يشرب، وكان كبده كصالية الجمر. أخذ الماء ومن ثم تذكر عطش الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فرمى الماء من يده. ممكن لو كان أبو الفضل خطأ هذه الخطوة لكانت النتائج كذا، لا، هذا الإمكان عندك وعندي. ولكن عندما ترجع إلى مضمون الروايات نجد أن الحسين عليه السلام، طبعاً أبو الفضل هو سمي بالساقي، لماذا؟ أكثر من 7 إلى 8 مرات قد سقى العائلة، أكثر من 7 إلى 8 مرات، لعله إلى 10 مرات سقى، فسمي بالساقي، سقى العائلة وسقى الأطفال. بل في كل حملة يذهب أبو الفضل ليأتي بالماء يأخذ منهم مقتلة عظيمة، حتى في بعض لسان الروايات الحسين عليه السلام يخاطب أبو الفضل، يقول له معنى الرواية، يقول له: أخي أبو الفضل، إن كان الحال على هذا الأمر لا يوجد أحد سيتمكن من قتلنا، وهذا أمر فيه أسرار كبيرة جدا، به أبعاد عظيمة جدا. الحسين سلام الله عليه قتل من أول يوم خرج فيه من مكة، الحسين عليه السلام قتل والعائلة سبيت، وأبو الفضل جرى ما جرى عليه وكل ما جرى في كربلاء عندما قال: وكأني بأوصالي. منذ ذلك الوقت قتل الحسين عليه السلام. هنا الإمام أحمد الحسن سلام الله عليه يقول أبو الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام هكذا، يقول الإمام ونص كلام الإمام سلام الله عليه، يقول: وواجه الحسين في كربلاء الأنا، وكان فارس هذه المواجهة بعد الحسين سلام الله عليه، يعني الرتبة الثانية الذي جاء بعد الإمام الحسين سلام الله عليه هو أبو الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان فارس هذه المواجهة بعد الحسين عليه السلام، وخير من خاض في هيجائها هو العباس بن علي عليه السلام، عندما ألقى الماء واغترف من القرآن، اغترف علما. العباس عليه أفضل الصلاة والسلام عالم من علماء آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، عارف صلوات الله وسلامه عليه. العباس عليه السلام ألقى الماء واغترف من القرآن، ألقى بكل شيء ما سوى الحسين عليه السلام، بل إن كان هناك شيء يريد أن يجر أبو الفضل سلام الله عليه ولو مقدار أنملة عن الحسين لا يريده أبو الفضل عليه السلام. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني آثر العباس سلام الله عليه الماء من أن يشرب الماء
آثره عليما على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مع أنه محتاج إلى الماء وبإمكانه أن يشرب الماء ولا عليه شيء، ممكن أن يتقوى لغرض ماذا؟ لغرض أن يقاتل، يتقوى على القتال إذا شرب العباس عليه أفضل الصلاة والسلام الماء، ولكن أراد أن يفدي أخاه الإمام الحسين سلام الله عليه في ذلك، وأن يواسي أخاه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، صار مصداقا للآية المباركة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن ثم يقول الإمام: وأي خصاصة كان خصاصة العباس عليه السلام، وأي إيثار كان إيثاره، وهل كان إيثارا أم أنه أمر تضيق في وصفه الكلمات؟ يعني لا يمكن للإنسان أن يصف إيثار العباس عليه أفضل الصلاة والسلام للحسين سلام الله عليه، وفدائه للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الأمر متعلق بالإيثار، ولكن نحن لا نتكلم عن إيثار الأقارب المعلل جينياً، ولا عن الإيثار التبادلي الذي أيضاً يمكن أن يعزى لسبب جيني، ولا نتكلم عن الإيثار لأجل السمعة قد يعزى في بعض الأحيان أيضاً لسبب جيني، ولا نتكلم عن إيثار ينتقل كوحدة ثقافية بين الأفراد والمجتمع. فهذا هو أبو الفضل العباس، له شأن عند الله سبحانه وتعالى، ولذا عندما قطعت كفاه أبدله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بجناحين يطير فيهما مع الملائكة صلوات الله وسلامه عليه. حقق العباس عليه السلام في هذا الموقف أكبر انتصار، حقق الانتصار المطلوب من كل بني آدم، وهو الانتصار على الأنا، وجسد المعنى الحقيقي للإيثار رغم خصاصته عليه السلام. وواجه الحسين عليه السلام في كربلاء الأنا، وكان فارس هذه المواجهة بعد الحسين عليه السلام، وخير من خاض في هيجائها هو العباس بن علي عليه السلام، عندما ألقى الماء واغترف من القرآن: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأي خصاصة كانت خصاصة العباس عليه السلام، وأي إيثار كان إيثاره، وهل كان إيثارا أم أنه أمر تضيق في وصفه الكلمات.